اسمي مواطن مغربي مقيم في بلجيكا لمدة 46 سنة، متزوج وأب لأربعة أولاد. اليوم كمواطن مغربي ومن بعد ما ساهمت في عدة أنشطة وفي عدة نضالات اللي قاموا بها الأطر ديال الجالية المغربية هنا من أجل إثبات واحد الحق اللي هو حق دستوري في المشاركة السياسية في المغرب وبدون جدوى، الآن اليوم خديت مبادرة شخصية باش نكتب رسالة للسيد الوزير الأول المغربي سعد الإله بالكيران والسيد مصطفى الرميد وزير الحريات والعدل والعدل، وكذلك السيد محمد حصاد وزير الداخلية، باش نشير لهم بأنني مقرر العزم باش نثبت الحق ديالي في هذه المشاركات. في هذه الرسالة اللي كتبت لهم كنقول لهم بلي أنا معتمد على عدة تصريحات اللي دارت في المغرب من خلال السياسيين وخصوصا من خلال الخطابات ديال صاحب الجلالة اللي كرس هذا الحق الدستوري، واعتمادا على البنود ديال الدستور ديال 2011 اللي كيعطي الحق للمغاربة الخارج باش يكونوا مواطنين بالدرجة الأولى، يعني كناخبين وكمرشحين باش يشاركوا في هذه العملية الاقتراعية اللي غادي تدوز نهار 7 في شهر 10 2016 في المغرب. ولحد الآن مازال ما توصلنا حتى شي إشارة اللي كتعطينا واحد الأمل في هذه المشاركة هذه، وبالتالي أنا إذا ما كانش الجواب بالطريقة اللي حنا كنتسناو هنا في 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 بلجيكا وفي أوروبا وفي العالم ككل كمغاربة مقيمين بالخارج، فأنا مقرر العزم باش غادي نرفع دعوة بالحكومة المغربية نهار 8 في الشهر أكتوبر من أجل الطعن في الانتخابات اللي ما عطاش الحق للمغاربة ديال الخارج 5 مليون ديال الناس باش يشاركوا في هذه العملية هذه. إذا الآن الرسالة هي رسالة ديال تنبيه نوعا ما ديال إنذار السلطات المغربية باش تحمل مسؤوليتها، لكن في نهاية المطاف إلا هذه المسؤولية ما تحملوهاش أنا مقرر العزم مع المحامين ديالي سواء هنا ولا في المغرب ومع الأفراد ديال الجالية والجمعيات باش غادي نرفعوا دعوة نهار 8 في الشهر باش نطعنوا في هذه الانتخابات هذه وفي النزاهة ديالها. أولا لأنه ما كاينش الوقت بزاف من هنا للشهر ديال أكتوبر وحنا في وقت ديال العطلة، وثانيا لأنه القانون المغربي حنا كنعيشوا في البلد ديال بلد الحق والقانون، القانون المغربي كيخول لي أنا كمواطن باش نرفع دعوة باسمي الشخصي وربما نيابة على جميع المغاربة اللي موجودين هنايا من أجل باش نثبت الحق ديالي في المشاركة في الانتخابات. إذا كانت الدعوة هذه كنرفعها باسمي الشخصي فبطبيعة الحال من ناحية ديال المضمون السياسي ديالها والمضمون ديال القانوني ديالها فهي كتعم جميع الأفراد ديال الجالية المغربية. خليل